السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعطيكم اليوم كيفاش نحيو الرادياتير تاع الشوفاج تاع لوغان والسامبول كيف كيف جماعة بزاف اللي يديو الجماعة الأخرى لي طولي يهبط له الطابلو دبور كومبلي. هي ما كان لها تهبط الطابلو دبور ها ولاصق الطابلو دبور كيما تشوف. من بعد بدينا على الأول ما نعرفوش بدينا نحيو فيها كيما البوست هذا نحيناه زيادة، هذا هنايا هادو كل نحيناهم نورمالمون زيادة. هي الخدمة كل وين من هنا جهة تحت الفولون منا عندك. أول حاجة واش دير؟ تنحي الحديدة هذي، ها الحديدة هذي هذي جاية تجي هكا تجي هك تجي هنا تجي واقفة هنايا مكوفري ترزق هنايا بولون هنا تراز وبولون هنا تراز وفيها زوز اخرين من الفوق. كي تحلها تنحيها تلقى فيها دي كروشين تاع لي كابل تنحيهم برك. كي تنحيها تبان معاك هاك تبان معاك الرادياتير كيما تشوف. مش في قلنا كي نحيو الحديد هذاك نلقاو الكوفر هذا بلاستيك راكب هك. نستنى نشوف ها راكب كيما هك ها يركب هك. ها هذه الصورتي تاعها الفوقانية ها يجي هيك ومحكومة هنايا محكومة هنا كي شغل بريفي بلاستيك تبرسيه هنايا ولا تقصو ب الاخر تقص هذاك الريفي هنا والريفي هنا تخرجو. وقبل هذه قبل هذه تنحيو الساعة هذو لي شركي لبس لي حاكمين لي حاكمين هذو ولا الاخر لي فليكسيبل هذو لي هنا هذا كي يكون راكب هنا يحكم بهذا الشركي لبس يتنحى او تنحي الاخر تي تاع كاير هذا رجع غير تاعنا هاي تخرج عادي ها تخرج منا على الجنب نورمال. ها عليكم هاي هنا الفويت اللي فيها شوف ما فيها فويت ها الطابلو دبور ما طبت لا طابلو ولا والو. لا نحن نركبوها واش تنحي يا خويا يلي حاب تنحي رادياتير تاع الشوفاج تاع لوغان من 2013 14 15 16 و سيمبول ثاني. انا هادو كل نحيناهم زياده هادو كل خاطيين. ها واش تنحي؟ تبدا من هنا عندك فيس هنا تنحيه تخرج هذه بعد تلقى فيس هنا تنحيه بعد عندك دو فيس هنا تنحيهم باش تنحي هذه ومن بعد تتك عليها منا تنحي الباقي كيما انا عطيتكم قبيل. هذه هي تري سامبل. ما يقولك لا طابلو دبور يتنحى ما يكذب عليك ما يديك ما يجيبك هذا واش يتنحى. تنحي زوج بياسات هذو كيما البولو ولي بيزا نفس الشيء نحي منا وتجبدها مليح. هذا هو الفيديو. ادعيوا لعمكم سمير برك. اي اي هذو كلهم نحيناهم زيادة. هذا عمك البوست وعمك والكوفر من الفوق هذو كل نحيناهم زيادة برد. احنا بعد ما نعرفوش كي تدي اللي يخدم الكذا قالك فيها طابلو دبور والفيلمات هذوك لا تصدقه. هي ما فيها والو سوا هو ما يعرفش ولا راه يبلعتك حاجة مزوز. وكنت تلقى تخدمها بيدك خير وخير هي سهلة ما فيها والو. هيا نخليكم على خير ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه والسلام عليكم ورحمة الله.